عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. أخرجه البخاري وأبو داود.